عينيك. الساعة حاليا 5:45 الصبح. صراحة أنا رايحة على دبي وماي جاد صحت خاي. رايحة على دبي literally بس like 5 days. So I gotta be real with you guys. You look like f***ing clowns. كان ستعمل بنتنت حط شوية لون على وجهي. On my way to the airport, I know. Ghost town. Minimum 5 الصبح. أخيراً وصلت. Guys, هلكت طيارة 37. أضرب طيارة. Anyway, أنا قاعدة هون عن رفقاتي ديفيا ومروة. So هني هلا بالشغل. أنا فتت وحطيت my luggage and everything. I'm gonna get ready هلا لأنه عندي event Dior Beauty وما بلي أتأخر. And I'm so hungry. So عم فكر أربط شعري لأنه عندي شغلة إنه guys قد ما صاير عم بعمل سكين كير بحس شعري عم بيزيد بس هو نضيف. You know what I mean? Anyway, let's just tie my hair and figure out شو حلوس. I'm getting like my makeup done. Oh, I'm not really feeling it, but who cares? I'm just gonna continue. And my trick recently is how to my inner corners eyeliner أبيض. جهزت أهم شيء my Apple Watch. شفت هذيك المرة أميم إنه stop wearing like formal clothes with an Apple Watch and شكلكم مثل spy kids. بس ما بعرف استسافر ما في ما يكون معي my Apple Watch لأنه ما بنتبه على my phone when I'm busy. Anyway, that's my outfit. This jumpsuit is from Bottega ولبسي my sheep sandals وهولي عوانيت من Le Specs. This bag لحتى تسع my camera فيها. عم فكر بعد الايفنت نروح نتغدى لانه كثير جعان. مثل العاده مي بين مي اجى الاوبر وكنسلته لانه حسيت ماي ميك اب ما نزبط. سو فشلت ماي ميك اب ورجعت عدته حرام فاطمه ناطرتني فتوتتي. سو اني واي اجى ماي اذر اوبر هلا. I will see you at the event. Atra, I'm so short and next to you. I never talk. No, you're wearing heels. Guys, like Atra, she's halloween. So cozy with your outfit. Anyway, Gina, the event. Holy, they're lip products. Apparently, they're like lip maximizers. Thank you, Atra, a hand model. اجينا على next stop يلي هو دالفو. هون عم يعملوا customization ل card holders. هلا عم يعملوا تبع ناز. خلصنا الايفنت and we came to somewhere نتغدى انا بس لحظة اهم شي العوينات وفتوتة وعباد. So جينا على somewhere لانه اكتر شي هيك سريع وانا بعدني ما اكلت ولا لقمة من امبارح. يعني هلا الساعة 7 عم بتغدى. غدا او عشاء ما بعرف. عشاء لا بدي ارجع اكل. اوكي فهمت. Good morning guys. Literally الساعة 8:30. فقت على 7:30 to get ready لأنه عندي موعد حواجب. ما بعرف مين بيعمل هيك بحاله. يعني ليكو قد ايه مبجبجة. But I will show you my outfit. It's so chill بس بتعرفوا كتير حاسة برد هلا بدبي. So لابسة هيدا كم طويل with my long jean skirt والشيبخ والبيكوتان. التعب is real بس I can't wait انه I feel myself. I do my hair و my eyebrows وكل شيء. وصاري امبارح اذا لاحظتوا اكيد لاحظتوا ما عملت like a good night.
يعني ما نهيت النهار بس لأنه خلصت غدا which was 10 الساعة 8 بي somewhere. بعدين رحت عند لودميلا وقعدت like until night. I came back and I just slept. ف I don't really vlog much. وصلت على براوز. صراحة I love this place. It is so classy. And honestly, I need a coffee. So, حفوت أصور لكم جوا. شوف the vibes. اللي حنعمله إنه ما حنرفع حويش بيت بس حنعملهم شيء. وسبشي من الطرف لأنه بضل قاشط حسي. عيني بضل قاشطة. So we're gonna see. بدنا نعملهم أكثر symmetrical. So, فرجيكم الافتر. شوفوا قد ايه تغيروا حويش بيت. I feel like خلاص it lifted way more من الجنب وحبيت انه ما شيلوا لي كثير منهم يعني they just shaped it بس ما رفعوا لي حويش بيت which is like my main problem is that I do my brows. خبروني بالكومنتس شو رايكم. شعري كان شكلي كرسي الصبح فتحممت ولبست نفس التوب بس غيرت التنوره لبست جينز لانه ما بعرف ما حبيتها حسيتها it's so like not flattering. هلا راح على دبي مول لانه ضروري اجيب شيء بسو and for some reason دايما I pack وفكر انه I overpacked بطلع ماني جايب شيء so yeah ان شاء الله الاقي شيء لانه زارا هالكم مره رحت nothing يعني مثل العاده ما لقيت شيء بزارا بس I came to meet عطرة بدنا نروح نتغدى بس ما بنعرف وين ما بنعرف كيف بس حنروح على D3 هلا and we'll figure it out. Guys, برد بدبي ما بقى حدا يقول لي دبي شو وهيك it's cold here. It's so cold. عطرة لبس سواتر. No, it's not like Sweden. I swear it's almost like Swedish weather. I got our ice cream. I got peanut butter. عطرة جابت dark chocolate. I love our lunch. وأخيرا غدينا اليوم قصدي غدينا أو عشينا عن مستر جو اند ذا جوس فأخذت توناكادو وخلصتها لأنه كنت جعانه. I'm just gonna go home chill لأنه بكرة عندي meetings من 11 الصبح و by the way my Uber صلي ناطرته ربع ساعة عم يعطيني هلا 7 minutes I don't know if you can see. اثنيناتنا أنا وعطرة نفس القصة. صباح الخير. Welcome to day 3 في دبي. So اليوم عندي meetings من الساعة 12 للساعة 4 back to back. So هلا حروح على D3 and my first meeting is there. I really need coffee. My outfit. I'm always in black and it's so bad. The top it's like thrifted with a skirt من زارا. Just like flowy. شوي برد فا حجيب معي جاكيت. My Uber is 3 minutes away. Now, let's go. Thank you, the final look. حخلص كل my meetings وبشوفكم بس تخلص لأنه I don't think I can vlog much. بس I know no, I need to get coffee. So we're gonna get coffee together. I got my matcha. سبحان الله اليوم الوحيد يلي يعني انا بدي 3 ما حدا من رفقاتي عم يشتغل كلهم working from home so I'm here alone. جيت على فريم ما عزب بتتذكروا from last vlog بس ما صورت لانه كان كتير عجقة هلا العجقة جوا so تعلمت وقعدت برا والطقس خيال عن جد. عم نزل سنابس So guys تذكروا انه انا عندي سناب فحط لكم اياه هون لحتى تعملوا لي فولو بحكي اكثر هونيك يعني بتحضروا انتم الفلوج ليت بس سناب از ان ريل تايم يو نو. فاينلي دون وذ ميتينجز هلا جاي اعمل شعري لانه ماني طايقته صراحه كان دو بلو دراي. جيت عند ايران هير سالون فخبركم شو الاكسبيرينس I'll show you my hair after. انا افكر على اليوتيوب بدك تطلع على اليوتيوب. I love it. رجعت على البيت ولازم بلش اتحضر لانه بدي فل بعد شي ساعة فقلت I'll get ready from now. بركي
كندل جينر تكون بالإيفنت، سو بدكم تحضروا الفلوج لحتى تعرفوا إذا بشوفها أو لا. Anyway, حعمل get ready with me. Not really get ready with me, بس حفرجيكم some of the things I was gifted. So حفرجيكم كم شغلة هدوني هون براندز وحنجربهم سوا ومنشوف الريفيو، لأنه أنا كتير صريحة إذا أجيني كادو ما حقول إنه oh my god بعقد، إنه إذا it's not. So we can judge that now. دايما ببلش moisturizer. I always use the same one من Charlotte Tilbury. Eye cream is super important. Usually بس تا بتحطوا concealer وهيك بكربج أو بنشف تحت العين هو لأنه ما نكون مرطبين تحت عينكم. لنجرب البرايمرز هلا. إجاني هيدا من فانتي بيوتي، هو all over glow enhancer. أنا كتير بحب الجلو with the glowy look, so I'm going to use this. كمان هيدا إجاني من ديور، هنجربه سوا. هو 24 hour blurring matte primer long wear comfort. عندي كمان برايمر مش مات، هفكر اي بدي استعمل. واو ليكو قد ايه اتس جلوي، ما بعرف حتى اقدر تشوفه. وحاستعمل هيدا الجلو cause I like the glowy look more. بعدين بنجرب ماتش نهار تاني، بس رح احط شوي، رح احط الدروبس. يعني انجح احط لانه it's already so glowy. هيك حالتي الحالية لانه ابدا ما بدي انتظر شعراتي. صح حط كونسيلر. بتعرفوا صراحة recently كتير عم كن مبسوطة بيوتيوب، لانه لاحظت شي. أنا قبل كنت نزل يوتيوب يعني every once in a while وهيك، بس يوتيوب إذا أنتو هيدا عم بعطيكم نصيحة إذا بدكم تبلشوا، إذا ما بتنزلوا consistently يعني مثلا once a week أو twice a week ما إلو عازة، يعني ما تعملوا يوتيوب. لأنه the only way بتتقدموا هو إذا بتضلكم عم بتنزلوا، وأنا هيدا اللي عم بيصير عندي. وبدي أقول لكم عن جد thank you so much إنه عم شوف your support وعم بقرا كل your messages، وكل ما تعملوا comment دايما برد. عن جد ما حانسى، وان شاء الله بكره بس تصير معي كثير. يعني we never know، ما حانسيكم. اجوا رفقاتي فكنت قاعده عم اتحدث معهم، so I didn't continue the get ready with me. بس حطيت اي شادو وماسكارا ولاينر I got ready and خبروني بالكومنتس شو رأيكم بماي لوك. وأكيد تتذكروا from the مش للعز دبي فلوج اللي قبله إنه لبست هذا الأوتفيت من قبل. But you know guys لازم تتعلموا، ما بتشتروا القطعة وبتكبوها، بتلبسوها قد ما فيكم. أوكي سو هيدا فستان من نانسي دوجاكا، لفرجيكم على المراية. بس that's my look. حروح هلا التقي بناز and then we're gonna go to Nobu and we're so late as per usual. Guys انا كنت عم بمشي برا وبلاقي انه كلبة رانيا وسامر قاعدة تمسك على Guys, we're in the party bus. We're just gonna have a party. I know Kendall's gonna come to me and go like, "Can I take a picture?" But you know what I'm gonna say? I'm gonna say no, thank you. Really? Okay, I'm gonna document it. Guys, today Kendall won. Anyway, we're going to Atlantis. Guys, I'm so nervous because Kendall's gonna see you. Probably, yeah, she's not gonna. She's gonna be jealous. Acknowledge my. Yeah, what the fuck is this shit version of me doing here? Good morning. اليوم عم بتصبح معكم مع ستاربكس. ليك وقت مهضومين. Do they always do this? I don't know. But it really made my day لأنه ما نمت أبدا منيح. وحخبركم عن last night. Okay.
So basically قدرت أقولكم بركي نشوف كندل بركي نشوف كندل طلعت كندل هونيك بس إنه مش ستيل إنه في روح على كندل can I take a picture like no بس it was really fun وقتي صورت لكم لأنه خفت يعني حدا يقول لي لا ليه عم تمسكي الكاميرا وليه عم تصوري وهيك إنه I've never really vlogged at an event ممكن إنجش كده بس I enjoyed my time so much للأسف رجعت على البيت وكنت كثير نعسانة وكنت عم بخفى بس this is why I have like such good friends ديفيا قالت لي ممنوع تنامي بالميك اب فعطتني ميك اب ريموفر so thank you ديفيا this will be forever remembered on my YouTube ديفيا what else اكلت على ال 2:30 شيك شاك Yes. ما تعملوا غلطتي مش انه ما تاكلوا كل النهار وتفكروا انه it's fine وهيك لانه اخر شيء تاكلوا اضرب شيء انه at 3 a.m. شو فاتح يعني سلطه لا so yeah today I'm gonna eat very healthy وحاشرب كتير ماي and let's just have a good day I got ready وبعتقد انه اذا I get paid لكل مره بلبس اسود بكون مليارت لهلا هذا ماي اوتفيت اجيكم اياه على المرايه حروح على ام شريف يعني ايه برجع على دبي بروح على ام شريف بس رفقاتي عبالهم لبناني so I'm gonna try it I'm loving هيك the look اليوم كتير سمبل قررت بدبي سو لبست هيدا الجاكيت من زارا صراحة it's not gonna show لانه في ضو وراي فهي جاكيتة مروة وهذا الست كمان من زارا ماي شيبخ I wish I got with me like a colorful bag, but I have to work with what I have right now. خلصنا من الغداء وتركت ديفيا ومروة والكل so sad. But I'm going to meet Mayel هلا بدبي مول وحروح مشي. I love that for me. أصلا طقس هون كتير خارج المشي. حفوت من هون هيدا سوق البحر I hope I don't get lost في الكل شيء عن جد الأكل اللبناني ما في مثله إلا بلبنان يعني حتى أنه هلأ كنا بأم شريف وحيد قال أم شريف لبنان أطيب ألف مرة بس أنه what I know is usually بس يكون في مطعم بكل بلد كتير بيفرق لأنه الانجريدينتس ما بتكون نفسها ما أنه موجودة يعني الخضرة عنا بلبنان كتير أحسن من الخضرة هون سو بعتقد هذا اللي ما عجبتني الفتوش ما قلي نفس اشرب شيء ولا اكل شيء ولا هيك خلص يأسنا من الحياة معي خلصنا جايز علي وطي كوني جايز كل نهار بتنق خلاص you should be happier in Dubai هاي القلم طلعت كتير حلوة اليوم ما مطرمة ثانك يو بتفرق ما قلتي لي انا كل يوم قلي لو بتعرفي شو الحلو بمايال انه بتدلع انه دايما قمر ويكي I love this vibe I love you مايال بس ايه ما بعرف بتعرفوا it's one of those days where I feel just so down وانا بحبكم صريحة يعني لازم تعرفوا انه كل انسان بيمرق بهيك قصص ما في يكون positive كل الوقت فرخيتها شوي هلا ما عندي شيء اعمله حدا عمل لي كومنت انه ما بيفهم علي لانه بخلط انجليزي وعربي فلازم لازم نتعلم في حدا مرة عملي كمان قالي انت كتير بتمطي بالحكي نحن اللبنانيات كتير بنمط نحن كتير بنمط بس نحن هيك بنحكي انت هيك بتدلعين